بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم، والنهاردة بنتكلم عن عوامل نجاح الطماطم الصيفية. علشان تزرع طماطم صيفية معروف إن المشاكل بتاعتها كتيرة، تمام، سواء الصيفية المبكرة أو الصيفية المتأخرة أو الخريفية يعني، تمام. وهي عندنا في مصر طبعا بنزرع الطماطم بداية من 15/1 لحد، الناس ما بتزرع كمان لحد شهر 4 ابريل، ما فيش اي مشكل خالص. وبيزرعوا عروة متأخرة بداية من 20/6 اللي هي بنسميها العروة الخريفي والعروة دهيا، هما الاتنين مشاكلهم كتيرة بصراحة بسبب الامراض الحشرية والفيروسية، تمام، وخصوصا على رأسهم الطماطم الخريفي، تمام. أول حاجة من عوامل النجاح إنك تختار الصنف الكويس، لأن في المليون صنف في أنحاء الوطن العربي، وكل شركة بتمتدح الصنف بتاعها وكل يغني على ليلاه. فيا عزيزي لابد إن يكون عندك مبدأ بالنسبة للصنف بتاعك الصيفي بالذات. أول حاجة طبعا شيء مفروغ منه إن هو لازم يكون الصنف ده هو من الأصناف الهجن أو الإف 1، وده موجود طبعا كل الأصناف اللي بتتزرع حاليا إف 1 أو هجين فردي، تمام. دي أول حاجة. أول تاني حاجة إن الصنف بتاعك يكون المجموع الخضري قوي بتاعه، يعني المجموع الخضري بتاعه يكون قوي. ليه؟ لأن المجموع الخضر لما يكون قوي حضرات فبالتالي بيغطي الثمار، فبالتالي بيحمي الثمرة من لسعة الشمس وخصوصا في الصيف، تمام. وإذا كان عندك صنف أساسا كويس بيعقد حراري كويس ولكن المجموع الخضري بتاعه مش قوي، زي الصنف 1077 اللي بسموه الباشا، أو الصنف الجي اس 15، فده ممكن تكثف الزراعة بتاعته، ممكن تخليه على 30 سنتي، او ممكن تزرع 2 على نقاط، او ممكن تزرع 2 على نقاط ونقاط يبقى فيه 1. الخيار يعني ممكن النبات الفدان يصل الى حوالي 8500 او 9000 نبات زي ما تحب يعني، تمام. بعد كده ان الصنف حضرتك اللي تختاره يكون العقد بتاعه حراري، يعني بيعقد في درجة الحرارة العالية، تمام. ما تجيبليش صنف زي 010 او 09 او ال 765 او الاصناف اللي هي المرفهة ديت، ما نجيش نزرعها في الخريف، لان ده طبعا هيسبب لنا مشاكل كتيرة ولا فيش اي زهرة اساسا هتعقد في الوقت ده هو، تمام. اما في اصناف طبعا المعروفين، الاصناف اللي هم ال 86 وال 55 وال 023 والاصناف اللي هي بتتحمل العقد تحت درجة الحرارة العالية، وحتى لو ما بيتحملش تحت درجة الحرارة العالية، تمام، لو نص متحمل مثلا ممكن نساعد معاهم مثبتات الازهار او حاجة من هذا القبيل، يعني اللي هي منظمات النمو، تمام. ولكن الإفراط في منظمات النمو هو اللي غلط، يعني استخدم منظمات النمو، استخدم منظمات النمو، ولكن الإسراف في منظمات النمو هو ده اللي بيعتبر مشكلة، لأنها طبعا بتسبب مشاكل كثيرة لصحة الإنسان. إن الصنف ده هو يا جماعة يكون اللون بتاعه كويس والحجم بتاعه كويس. اللون يكون الاحمر القاتم اللي عارفينه، لان احنا عارفين طبعا عندنا في مصر الست اللي ما كانتش حبايه الطماطم حمراء ما بتشتريهاش. اما الاصناف اللي هي الصفراء او الاحمر الفاتح، للاسف الشديد في اصناف احمر فاتح او اصفر كده، حتى مهما سبته لمرحله نضج كامل بتلاقي اللون بتاعه غير مرغوب، حتى لو الصفات التسويقيه التانيه كويسه فيه، الا ان اللون ده هو بيكون غير مرغوب. علشان كده حضرتك لازم تختار صنف يكون اللون بتاعه قاتم، تمام، ويكون الوزن بتاعه متوسط الثمرة المرغوبة، بيوصل ل من 150 ل 200 ل 225 جرام. اكبر من كده بصراحة بتبقى غير مرغوبة بالمرة، واقل من كده برضو ما بتبقاش مرغوبة او بتنزل في الفرز او الحاجات دي كلها.
الصنف اللي تزرعه برضو لازم الصلابة بتاعته تكون كويسة، فكلما زادت صلابة الثمار كلما تحمل النقل والتخزين وبالتالي ارتفاع قيمته التسويقية. ما تروحش تجيب لي صنف خصوصا في الصيف كده، يعني انتجه كويس وتمام التمام ومية مية، وتيجي تجمع يدوب على ما يوصل السوق تلاقيه بقى صلصة، تمام؟ يبقى الصنف ده هو حضرتك تبل وتشرب ميته، تمام؟ ان الصنف اللي انت عايز تزرعه ان يكون تجرب يا جماعة، ما بلاش تفتي وبلاش تصدق بتوع التسويق. اساسا هم بتوع التسويق دول ايه؟ بتاع التسويق ده هو يعني الا من رحم ربي معظمهم يعني ما بقولش الحقيقة، تمام؟ وده شغله اكل عيشه، ولكن اكل عيشك مش على ضرر الناس، تمام؟ لما يقول لك الصنف اتجرب عند الحاج فلان والحاج علان، يبقى لازم يتعمل له يوم حقلي ونجمع اللي يعني انا بعمل مثلا يوم حقلي في المنيا، تمام؟ ويوم حقلي مثلا في النبرية، بأزرع الزراعة بتاعت الفلاح العادي، مش الشركة تجيب لي مثبتات ازهار وتربيها على الغالي والاخر اقول لك والله الصنف ده كويس. لا، الصنف ممكن ما يكونش كويس، انا بشتغله تحت نفس الظروف، يعني نشتغل الصنف، الشغل بتاع الصنف يكون تحت نفس الظروف، تمام؟ فلاح عادي اللي يزرع الصنف بالامكانيات العادية خالص، تمام؟ اللي هي لا فيها مغالاة ولا فيها برضو ضياع للصنف يعني، تمام؟ وبنجرب الصنف قدامنا سنة وسنتين، وبنجيب ناس نعمل له يوم حقلي، وبنجيب الناس بنعزمهم طبعا، ولازم تجيبوا لهم غدا، ماشي؟ وبنقول والله الصنف ده اذا كان عجبنا فبينزل على اسم تجاري، ما عجبناش لا والله ما ينفعش ما ينزلش، تمام؟ حتى لما يعمل كده لازم، حتى وانت بتجرب يا عمي، لو عندك 5 فدان عندك 3 فدان، يبقى خلي منهم نص فدان، خلي فدان على حسب المساحة اللي عندك، تجربها في الصنف اللي بيمدحوا فيه الجديد، والسنين جاية ربنا يمد في عمرك يا عم الحاج، وتكمل في الـ وتزرع الصنف ده فيما بعد لما يثبت نجاحه يعني، تمام؟ بعد كده حضرتك لما تعتمد البذور تروح تحطها في مشتل محترم. تحطها في ايه؟ في مشتل محترم، مش تحطها مثلا في مشتل ممكن يكون فيه مشاكل بالنسبة اللي يطلع لك الشتلات مفيرسة، او بيشتغل او يخلط لك البذور بتاعتك والاخر تتهم البذور ان هي مش كويسة. كل الكلام ده عشناه وتعايشنا معاه، واي واحد يقول لي ما بيحصلش، احط صوابع الاتنين اللي هم الصبع انه خنصر بنصر الوسطى والسبابة، احطهم في عينيه على طول لو قال لي الكلام ده ما بيحصلش، تمام؟ لازم الشتلة بتاعتك زي ما قلنا قبل كده تكون خالية من الأمراض الفطرية، وتكون الأمراض الفيروسية مفيش، وخصوصا تجعد أوراق الطماطم دي المصيبة السوداء اللي من بعدها أساسا مفيش أي صنف طماطم ممكن ينفع لو جالك المرض ده، هو تمام. الشتلة ما تكونش متثبتة بالبكلوبترازول اللي بيحطوه، تمام؟ البكلوبترازول ده هو بيحطوه للشتلات فبوقفها يعني ايه؟ يعني زي ما يكون واحد عمل لواحد سحر كده، تمام؟ وقف، ابتدت الشتله تلاقيها واقفه كده ومكتكته كده وشكلها وحش جدا، واديها زرق كامل، خد بالك دي تعرف ان على طول ان هي شتله مثبته، الساق غليظ ومكتظه كده. مشكلتها في ايه؟ مشكلتها مش في حاجه، بس المشكله انك لما بتحطها في الارض المستديمه هتقعد فترة كبيرة حضرات على ما ربنا يكرمها وتتحرك، بعكس الشتلة الطبيعية، تمام؟ والشتلة طبعا هو عشان يديك مواصفات ال 12 سنتي او ال 15 سنتي والاوراق الحقيقية، فبيضطر يحط لها البكلوبترازول ده هو، تمام؟ بعد كده حضرات طبعا بتجهز الارض بتاعتك كويس، وبتظبط الكثافه النباتيه بتاعتك كويس. افضل مسافه انا بحبها ان تكون 150 سنتي بين الخط والخط، وبيكون 50 سنتي بين النبات والاخر اذا كان الصنف كويس، ماشي؟ يعني الفدان بياخد 5600 شتله. الفدان يا جماعه بتوع الشام، اخواننا العراقيين اليمنيين السعوديين، الفدان في مصر 4200 نبات، حياكم الله. بعد كده خش انك تحط الاسمده بتاعتك اللي قلناها قبل كده، ان كان العضويه والمعدنيه كويس، تخمر الارض بتاعتك كويس، وامورك تبقى كويسه، تمام؟ ما تنساش حضرتك قبل ما تزرع الارض بتاعتك تعامل الشتلات بتاعتك بمبيدات الاعفان، حاجه مظبوطه. بعد ما بتزرع حضرتك، ماشي،
ويستقر الشتلة عندك، يا تنساش برنامج تصويم الطماطم دي. بعد كده طبعا الامراض اللي ممكن تقابلك، وعلى رأسها التوتا ابسولوتا. وانا بقول لك اهو التوتا ابسولوتا لازم تفرق بين المبيدات اللي هي بتشتغل على اليرقة اللي هي ما زالت في الورقة، وبين المبيدات اللي بتشتغل على الفراشة. في فرق بين الاتنين، ما واحدش يقول لي الكوراجين ده بيشتغل على الدودة اللي في الثمار نفسه اليرقة، اما الفراشة لو جبت الفراشة حطيتها في الكوراجين ولا في الافانت مش هيعمل لها حاجة. لازم تفرق بين الاتنين، تمام؟ بس كده. اي سؤال يعني بنحاول نرد والله بقدر الإمكان، ولكن يجب إن الناس تراعي الظروف كويس جدا. حياكم الله، شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير.